بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان. وخلال البرقية دعا رئيس مجلس الشيوخ المولى عز وجل أن يحفظ مصر حكومة وشعبا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل خير لشعب مصر وللأمة العربية، وأن تكلل جهوده المخلصة بالنجاح والتوفيق.